مساء الخير حياتي. اليوم نديرو اليويو، ما بسيطة اللي قاعدين في الدار كيما بحالي كيما بحالكم هكذا. اليوم درنا اليويو، شوفوا درنا 4 حبات بيض كينا في هذا الكيس، وزدنا له نص كيس سكر هكا ما يجيناش حلو بزاف بزاف، وزدنا له نص كيس زيت وخلطنا كل شيء. شوفوا ها خلطنا غير بالفشيطه. الناس ما عندهم شيء حاجه نديرو حاجه براتيك، حاجه هكذا سهله، ما نبقاو ني روبو ني باتور ني بيتخان ني والو، حاجه بسيطه سهله اللي تقدر عليها اي وحده. نزيدو لها كاس حليب، نزيدو لها اي كاس حليب، وزدنا مغيفه تاع قهوه تاع لافاني. ها كاس حليب ونخلطو غير بالفشيطه، ما كان لها باتور و بيتخان، نسهلو الامور. امراه بسيطه في الدار قاعدي كيما حنا، وما يخرجوا وما يدخلوا وما يتعلموا، طفله ما قرات ما والو داخله قاعده في الدار تتعلم هكذا. درنا واش درنا؟ قلنا درنا 4 حبات بيض، درنا من هذا كاس زيت، ودرنا كاس حليب ونص كاس هكذا تاع سكر ومغيفه تاع قهوه تاع لافون، وخلطنا كامل. ها حاجه سهله هكا هكذا يا البنات، حاجه سهله ماهله، ما نقولوش هذوك اللي يعرفوا ولا يماتنا ولا غير البنات بين تعلموا، حاجه سهله اللي قاعدين في الدار ما قرات ما والو، ما يخليها باباها تخدم ما والو هكا، فهمتوا هذا. ومن بعد ناخذوا هكا باكي تاع نوار نغربلو، هذه الفرينه تاعنا ندخلوا لها الهواء، نديروا هكا بسم الله، ناخذوا الفرينه تاعنا هكذا، نزيد لها هذا الباكي تاع النوار اللي قلت لكم عليه، هذا نزيد الفرينه نذوب شويه نخلوها راكم تشوفوا هكذا، نبداو نشوفو نشوفو نطيرو حتى تبدا عجينه هكذا غير بالعقل. تشوفوا يا بناتي يا خياتي هكذا غير بالعقل، ندخلو حتى تولي انفات هكذا عجينه نورمال كيما ديريها لي صابلي هكذاك، هكذا تبدا يتخلط غير بشويه تشوفو هكذا. عندت لكم البساطه، البساطه تاع البساطه، حاجه ساهله ماهله لأي وحده تتعلمها. الاولى يكون عندنا قوام تاع المول، هذه انا نوري للمبتدئات للبنات الصغار اللي قاعدين في الدار، مانيش نولي لي يعرفوا ولا يقولوا لي انا نعرف، على بالي كاع نسى الشطورات كاع يعرف، على بالي كاع نسى يعرف، بصح نقولوا للبنات هذوك المساكين اللي نخليهمش مالهم يخرجوا ويروحوا يقراو، وما تتعلم حاجه تاع دار تفيد بها دارهم، طيب لهم دير بها مشروع بالك الرزق علي ربي هكا. شوف نزيدو الفرينة هكذا، نزيدو الفرينة هكذا، كل مرة نزيدو شوية تسمعو هكذا، نزيدو غير بشوية حتى تحكم حتى تولي انبات نشربو بيها قهيوة. واحد ما عندو شي يبقى يشي من الحانوت، شحال نتاع يشي كل يوم تشي باكي قطو، يخلص يخلص لي عندو دراري بزاف في الدار ما يوالهم غير هاد الأمور تاع الدار تتعلمهم الطفلة، تعاون منها تعاون روحها، تحطو قهوة لخاوتها ليها ودي تتعلم تستفيد هكذا. بعدو هادو لازم حتى هكذا حتى تولي البات، دوكا نستعملو يدينا على بالكم، لازم قاع نستعملو يدينا، لازم ندخلو يدينا منحسو بلاباط شحال مازاللها، شحال مازاللها الفرينة، شحال لازم لها حتى تشد روحها هكذا غير بشوي.
واه شوف شوفي البنات شوف مازال تتلصق كما قلنا البنات اللي قاعدين في الدار صغارات بداو يتعلموا اول مره ها هي نعلموهم نزيدو لها شويه فرينه مازالت محكمتش مازال محكمتش هكذا نبدا نصحها في هاديك الفرينه تاعنا غير بالعقل هاذ ندي الفرينه غير بشويه لا ما تخلفكش باش كون ترمي فرينه كاع ضربه وحده تخافي تيبسلك كان جو بونس هادي كي زدت هادي شويه تاع الفرينه خلاص هذاك هو هذاك هو القوام هاك هاك نبعدو حتى تحكم لي لاباطي تاعي مين شوف فرينه قبيله يماك ما كانتش هنا راحت الحمام راحت للعرس خليتك خايبتك الصغار تنوضي وتخدمي هكا حبات كاطو تفرحيها تحطي لها قهيوه ونقول لك باللي الدراري زعما هاد الامورات يحبوها يحبوا هاد الحاجه النقليه حتى اللي هكذا ما يحبوش هذا كله قطوة تاع بكري هذوك هذي طبيعية شوفوا ها هي كيف ولات لاقات شوفوا ما تخديهاش يابسة يابسة لازم تكون طرية هاكا نتفاهمو هاكا ونحلوها شوفوا بالحل هاكا هاكا كيما راكم تشوفوا شوف هاكا تصيبي بات شربي قهيوة الحشية هكذا هكذا مقعدوش لازم حتى نشريو كامل هكذا تاع برا شحال نعياو نشري هكذا ولاقات تكون السمك تاعها ماهي خشينة بزاف ماهي رقيقة هكذا شوف شوف السمك تاعها هكذا بعدا ناخذو هذا بيسة تاع الصابلي لي متقول في الوص ها نتفاهمو هكا شوفو لي متقول في الوص باه يتقبل لنا قباله واللي ما عندوش يستعمل كاس وياخذ بوشون بوشون تاع قرعه تاع سعيده يدخل في الوصف به انا نقولوا البساطه اللي ما عندوش كاع ماشي كاع الناس عندها هكذا وبعدها هكذا شوف هكذا سهله مهله شوفوا واش ندير دوك خلاص ها شوفوا ناخذوا حبات ناخذوا حبات شوفوا نحطوها قباله في النار تاعنا هكذا النار تاعنا نديو نقليو فيهم هكذا نرمي غير بشويه شوفوا نرمي غير بشويه يكون الزيت سخون يكونش قوي قوي وما يكونش قليل قليل باه ما تتعجلناش من الداخل فهمتوا ما تتعجلناش العجينه من الداخل هكذا شوفوا ها شوف شوف كيف يتنفخ لنا ويولي بيان دوغي هاك يولي دوغي هاك بيان يولي بيان دوغي هاك خاطر شوفوا كون نزيد النار بزاف ويتحرق وتنقصوا لها العجينه لازم تكون النار نص نص هكذا خلاص نخليوها حتى التقديم تشوفوها كيف هو شوفوا يا بنات شوفوا اليويو كيف جاونا شوف شفتوا شحال جاونا شبان شوف مفخفخين معمرين وعندنا استيس شوفوا نوريكم احنا قلنا في البساطه مع الناس يكخي كلاص نحبوا نمدوهم سكر لا حسن لا حبيتو ديروهم حسيله ولا سكر كلاص سكر كلاص ما عندناش حنا سكر كريستاليزي سكر تاع اللي نديرو به القهوه ناخذ شويه هكذا كميه صغيره هكذا نروحيوها هذيك اللي نحبيها القهوه من بعد نغرقوها هكا شوف شوفوا كيف رحينا بالرحيوه تاع القهوه السكر هذاك كريستاليزي ولا سكر ناعم
نقولوا في البساطة أي حاجة بسيطة نديروها، ناخذ هذاك السكر هذا تاعنا ونبداو نديرو هذاك اليويو تاعنا. هاك تشوفوا، ها شوفوا شوفوا خفيف، شوفوا ها نحل لكم واحدة وشوفوها، شوفوا بعينيكم كيف جات، شوفوا طايبة بنينة، نقصوا غير على النار، ما تكون قاوية ما تكون واسمة، ها ودنا بحاجة بسيطة، شوف ها جاتنا الله الله. وشوفوا يا البنات دعموني في قناتي، انا قناتي جديدة غير كما حليتها، ماذا بيا دعموني وتعطيني رايكم، هكذا ديروا لايك، هيا بقى على خير، يعطيكم الصحة.